يعني اليوم هو استقبال حقيقة أسعدنا من قبل اللجوء الأولمبية المتمثل بناء الأول رئيس اللجوء الأولمبية الدكتور عقيل مفتن والسيد أمين مالي اللجوء الأولمبية وأيضا وفد من وزارة الداخلية ومديرية شرطة النجدة وكافة الجماهير والإعلاميين. وهذا حقيقة يسعدنا أنه هذا الاستقبال والاحتفاء بالمنجز اللي حققه أبطالنا اللي حصلنا على ميداليتين ذهبية جت عن طريق البطل مصطفى التكريتي وعلي الكناني وأيضا بقية الأبطال اللي حصلوا على ميداليات ملونة بمشاركة 102 دولة وهذا رقم كبير بالنسبة لبطولات العالم. وأول مرة هكذا تشهد هذه البطولة والحمد لله قدرنا أن نرفع ينعزف السلام الجمهوري لمرتين ويرفع العلم العراقي لسبع مرات. يعني هاي بصراحة مو بس المركز التدريبي مجموعة مشاكل ومعوقات نعانيها. أنا كرئيس اتحاد إن شاء الله بلقائي ويا دولة رئيس الوزراء راح أطرح نقاط عدة تعاني منها الرياضة العراقية وليس فقط اتحادنا إنما كل الاتحادات. اليوم بنا تحتية الرياضة العراقية تكاد أن تكون صفر، ما عندنا لا قاعات لا أي مستلزمات التدريب، تجهيزات نفتقدها، معسكرات نفتقدها، ميزانية بائسة. فاليوم تحقيق الإنجاز هو صعب وصعب جدا، لكن المحافظة عليه هو أصعب. يكون نحتاج إلى دراسة واقع الرياضة ونحتاج إلى الاهتمام بالأبطال. الحمد لله الحمد لله وشكر يعني هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. شوف كابتن احنا رايحين منا احنا رايحين على الذهب، احنا طالعين احنا جاهز يعني معسكرين ومتهيئين احنا رايحين على مود الذهب. الحمد لله وشكر قدرنا نحقق ميداليات ذهب وبرونز وفضه وكانت المنافسات كلش قويه ومستوى التكريدي الف مبروك تكريتوا على اخونا جاب الذهب يعني رفع راسنا والله رفع راسنا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر يعني الجهد والتعب كله توج بالنهايه بميداليتين ذهبيه للعراق واثنين فضه وثلاثه برونز الحمد لله والشكر. رفعنا راس الشعب العراقي وهذا ابسط شيء يستاهل الشعب العراقي.